يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، أي معناه لا تجعلوا قبري كيوم عيد يزار مرتين في العام فقط، فلاستكثروا من زيارة قبري، ما الجواب على مثل هذا؟ سبحان الله، سبحان من يطبع على قلوب أهل الضلال. الرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو المكان الذي يجتمع فيه، يجتمع فيه، لأن العيد على قسمين: عيد زماني وهو ما يتكرر بتكرر السنة، وعيد مكاني وهو ما يجتمع فيه لأجل العبادة. فالرسول لا يقول لا تجتمعوا عند قبري من أجل العبادة عنده، من أجل العبادة عنده، تتخذونه عيدا، تعتادون المجيء إليه وتكررون الزيارة والسلام عليه. ولهذا ما كان الصحابة كل ما دخلوا يذهبون يسلمون وهم أعلم الأمة، إنما كان يفعلونه من قدم من سفر فقط، يذهب ويسلم عليه، لأن الرسول نهى عن التردد على قبره صلى الله عليه وسلم أو الاجتماع عند قبره ومظنة أنه استجاب الدعاء في هذا المكان. هذا معنى لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تتخذونه محل اجتماع، محل اجتماع ومحل للدعاء. نعم.